بقولك ايه؟ بص دي كده، هو بس مشكلته الالوان فرايحي، احنا بنعمل حمله لا للتحرش، يعني قولي له يهدى شويه. حد من الانتاج يشوف لي جريشه. تحت امرك يا صانع السعاده. بنت جت؟ جت طبعا. تعالي يا رغده. الرحمن الرحيم. اهدي اهدي. سامحني لو سمحت. معلش انا اسفه، اصل السلك لمس في الكعبه فتقريبا اتكهربت. لا لا ولا يهمك، ده من حظي الحلو. قولي لي رغده، ده اسمك الاصلي ولا اسم شهره؟ لا اسم الشهره. امال اسمك ايه؟ نبويه. لسه امبارح بقول لك ايه يقعد على موضوع نبويه ده. ايوه صح، هو قال لي نبويه. احنا 10 دقايق ونصور. رغده هي رانيا. ايه ده رغده، انت احلى بكتير من الصور. انا رانيا فهمي، الكريتيف دايركتور بتاعت الحمله. وانا رغده اللي همثل في الحمله. انت تعبتيني قوي على ما جيتي. وحياه مامي، انت اللي تعباني من اول ما دخلت. خلاص لا لا لا، هي ما تقصدش، هي قصدها يعني ان هي تعبت قبل ما اقنعت اهلها عشان تيجي تعمل اعلان. رانيا هاتي لي ستايلست بسرعه عشان اشوف اللبس والشعر. يلا. جريش استعجلهم لي بسرعه. حاضر يا ريس. استعجل مين؟ اي حد. استعجل اي حد. يلا حرك. حاضر يا باشا. حرك. رغدة لو سمحت، ما بحبش كده. ولا كده؟ ارجوك لو سمحت. انا كنت عايز اسالك بس، انت مثلت قبل كده ولا دي اول مره؟ لا اول مره امثل. حد قال لك قبل كده انك شبه منى شلبي؟ لا بيقولوا لي اني شبه مدحت شلبي. احنا جايين نهزر بقى ولا ايه؟ امال جايين نعمل ايه؟ نعزي؟ جسمك حلو قوي قوي. بتلعبي رياضه ايه؟ انا بلعب رياضه الزانه، تسمع عنها؟ اوه اللي اسمع عنها. اكيد هي اللي مخليه جسمك عامل زي الخرزانه. الخرزانه دي هتنزل على ادبك يا سافل. انا عايز اصور. سفاله وقله ادب. ايوه بقى يا جماعه هنبدا، اتفضلوا. بص يا رغده، انت واقفه وسط الزحمه ومفيش نطع من اللي قاعدين دولت عاوز يقعدك. النخوه اتعدمت، المتحرش واقف وسطيهم. بتعجبيه، بتستفز الحيوان اللي جواه، بيتسلل ووب بيتحرش بيكي. وبعدين في يومك الاسود ده، اقسم بالله اقسم بالله اديك بالركبه. اوه في ايه يا حبيبتي؟ انت فهمتيني غلط، انا بشرح لك الراجل ده هيعمل ايه بالظبط. هتقومي شتماه، هتقولي له ايه قله الادب والسفاله دي؟ اوب الرجاله دول هيقوموا. في ايه؟ في ايه يا حيوانات؟ في ايه؟ في ايه يا حيوان؟ هاتها يا حيوانات. هاتها. في ايه؟ انا مالي انا يا حيوانات. اهدي. هيحاولوا يتحرشوا بيكي. هنا هتبص للكاميرا وبمنتهى الانكسار وهتعيطي، وانا هنزل اللوجو. بدل ما يضيع حقها لازم نوقف جنبها. تمام؟ فهمتيني؟ فين المتحرش؟ موجود. فين؟ موجود يا ريس. جاهز يا استاذ. اثبت اثبت. هو ده المتحرش. هو في غيره؟ ده هيقوم التحرش. ايوه بس ده مش هيتحرش، ده هيجيب عيال على طول. سلام عليكم. اثبت اثبت. بقول لك هخليهم لك 60,000 بلبل. بلبل؟ اه. عايزك ما تحرمناش بقى في المشهد من الرياكشن الجميل بتاع التحرش بتاعك. لا 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 مش ده، ما كنا جبنا اي حد يعمل الرياكشن ده. هو ده. الله. تمام. يلا يلا انا عايز اصور. ربنا معاك. يلا انا متاخر والله. شط واحد تحرش اول مره. اكشن. ستوب ستوب. مين قال ستوب؟ ستوب. ايه ايه الحيوان اللي قال ستوب؟ مين؟ الحقنا يا استاذ ادهم. الاستاذ حمدي الوزير فاكر نفسه في اوضه النوم مش في اتوبيس. ادهم. ايوه. مجال نهزر، انا بشوف شغلي. عندك حق. هو انا بس لو ايه ده؟ هو انا بس هستاذنك نوطي الفولت شويه عشان خاطر. بس
خلاص حلو حلو قوي حلو قوي قوي. يلا يلا انا عايز اصور. يلا يا ريس خلاص يلا يا ريس عايز اصور يا جماعه. يلا بقول لك ايه بقول لك يا جريشه انا مش هكمل الاعلان ده. انت لازم تكمل الاعلان دوت. انا عشان اكمل الاعلان ده محتاج حبوب مانع الحمل. انا هخليهم يوصلوا المبلغ ل 100000 جنيه 100000 جنيه اه. لا كده مبروك علينا العيل. خش كلاك. شفت واحد تحرش تاني مره اكشن. اسعاف بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم التحرش؟ ايه يا ولاد انتوا بتضربوا الراجل؟ هو مش حد من الرجاله دي مال عينه كل ايه؟ هما فين الرجاله دي يا اخويا؟ انت عايز قلمك بوجهك. انت اللي عايز قلمك مش قلمك. ايه يا ولاد انتوا حد عينه كل ايه؟ يا حميم يا ولاد الكلب يا ولاد الكلب لبسني واحده ست وكمان جايب لي حمدي الوزير علشان يتحرش بيا. هو انا ناقص؟ انا ضحكت عليك في ايه؟ انا مش قلت لك هم عايزينك في اعلان؟ ايوه ما انا قلت اعلان صابون غسيل جل للشهر لكن حمله لا للتحرش. المره الجايه هتجيبني في حمله ايه؟ تنظيم الاسره. حد جاي يا نهار اسود. وشك وشك ابتدى يشقق. قوم اعمل اي حاجه بدل ما نتكشف بسرعه. اتفضلوا اتفضلوا. برافو يا رغده برافو. رياكشنك التلقائي ده غير كونسبت الحمله خالص بجد. انت عارفه يا رغده اول مره حد ايه ده؟ رغده انت معايا ماما ولا ايه؟ لا لا ولا يهمك. اول مره حد ما ينفذش تعليماتي ومع ذلك انا مبسوط جدا بجد. عشان كده انا بفكر اغير الشعار بتاع الحمله. لو حد اتحرش بيكي خد حقك بايديكي. نوصل للمهم بقى عشان خاطري. جريشة مين هيوصل رغدة؟ انا يا صاحب السعادة هوصلها بعد ما قبض كرو. هتستنى ليه؟ هي كرو قرف اللي انت بتقوله. انا هوصلها. براحتك يا ريس. لا هو في الحقيقة انا ما ينفعش اروح مع حضرتك خالص لان انا اصلا ساكنة في ارض اللواء وبعدين دي منطقة كلها رتب وفي لجان ممكن اتثبت هناك. طب خلاص يا جماعة مفيش مشكلة انا هوصلك في طريقي يا رغدة. يا جماعة ما تضغطوش عليها اهلها مفاق. لا انا موافقه اروح مع عند رانيا حتى نسهل بعض طول السكه. انا مش فاهمه يا رانيا ازاي انت بتتعاملي مع البني ادم اللي اسمه ادهم ده. ده بني ادم فظيع. تحسي كده ان كتله غريزه ماشيه على الارض. هو فعلا فظيع بس على نفسه. انا من اول يوم اشتغلت معاه فيه وانا موقفه عند حدوده. على فكره انا كذبت عليك يا رانيا. انا مش ساكنه في ارض اللي هو ولا حاجه. ما انا خدت بالي طبعا عشان كده اتدخلت وقلت ان انا اللي هوصلك عشان ارحمك من تحت ايده. بقول لك ايه يا رغده احنا نوقف 10 دقايق بس قدام النادي بنتي تخرج ناخدها من مشي على طول. ايه ده بنتك؟ انت مخلفه ومتجوزه كمان؟ لا انا مخلفه بس مش متجوزه. اه تكوني من بتوع الخلفه من غير جواز والسنجل مازر والملياطه دي. على فكره انا اتجوزت وخلفت واتطلقت زي اي بني ادم طبيعي على فكره. وبعدين ما كنتش عايشه في مصر اصلا. ما كنتش عايشه في مصر؟ امال كنت عايشه فين؟ كنت عايشه في ايطاليا. كنت بدرس هناك وتعرفت على طليق. اه طب يا ترى بقى اللي كان جوزك ده ايطالي ولا ميد ان ايجيبت؟ ده كان ايطالي. كان ايطالي اتجوزنا وخلفنا ملوكا قعدنا 3 سنين وبعدين اكتشفت ان احنا مختلفين قوي وبصراحه بقى انا بكره كده. اكيد طبعا مش ايطالي مملوك الكذب بيلففوكي على المروحه وانت واقفه. الموضوع ملوش علاقه بايطالي ولا مصري يا رغده. الموضوع ليه علاقه بالرجاله طبع الرجاله هما كلهم كده. عشان كده انا قررت ان انا اقفل باب الحب ده خالص واعيش لبنتي. لا ده كلام كبير قوي. ده انت محتاجه قعده. اكيد هنقعد كتير يا رغده. خدي بقى سجلي رقمك عشان انا هحتاجك في شغل قريب فاعملي لي اد على فيسبوك. اه يا حبيبتي بالنسبه للفيسبوك انا اصل الموبايل بتاعي فاصل شحن لما اروح اعمل لك اد اكيد. شور. هاي ملوكا. هاي مامي. مش تقولي هاي لتان؟ هاي تان. هاي روحت ايه ده؟ هي بنتك كانت في النادي ولا كانت شغاله في منحل؟ منحل ادهم بالماسك بتاع لعبه الشيش. لعبه الشيش؟ معلش يا روح طنط اصل طنطك اخرها في الشيش. الشيش توج والشيش كباب. اطلعي يا حبيبتي هيدونا مخالفه. اطلعي اطلعي. يا دليلة السودة لو سمحتي اموريني. حضرتك مرات الاستاذ اسماعيل جاري؟ لا مراته ايه؟ انا اختي يا دنايا. اول مره اعرف ان عنده اخت زي القمر كده. الله يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الباب اتقفل عليا وانا برمي الزباله اتحبست بره. ايه ده تاني؟ طب بقول لك ايه ما تبقوا ترموا زبالتكم الشباك وبلاش قرف. وانتيش عرفك ان انا اتقفل عليا الباب قبل كده وانا برمي الزباله؟ اه سؤال في محله. لا اصل على فكره اخويا اسماعيل ما بيخبيش عني حاجه. ده حتى حكالي بالاماره لما جوزك ابن الكلب الواطي حاول يتطاول عليه
عارفه انا لو كنت موجوده كنت قلعت الجزمه وزرفتها له ببقه. سامح كده طول عمره مندفع وعامل لي مشاكل بيغير عليا موت. ممكن اخش عندك بس جوه في الشقه لغايه ما يجي؟ لا بلاش يا حبيبتي جوه في الشقه عشان انا 10 دقايق وشي هيشقق يعني. هو ايه لي شقق؟ لا اقصد ما تاخدي الموبايل تكلميه احسن. اكلمه ليه؟ ده هو زمانه خرج من الشغل زمانه في السكه زمانه على وصول. تعالي بس نخش وش. اصل انا عايز اقول لك على حاجه. اصل انا قاعده في الشقه لوحدي. طب وايه يعني ما احنا اتنين ستات زي بعض؟ ايه ده احنا زي بعض؟ ايوه انت بتفضلي يا حبيبتي بس انت المسؤوله. هاي تعالي احسن حد يشوفنا.